أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة متابعة جهود خفض أسعار السلع في الأسواق، وقد أشار مدبولي إلى المؤشرات الإيجابية التي تم عرضها أمس خلال الاجتماع الخاص بمخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وعلى رأسها انخفاض أسعار الخبز السياحي وكذلك العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية في المتاجر المختلفة، مع تحقيق وفرة نتيجة الإفراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج، هذا إلى جانب التأكيد على التغيرات الإيجابية في أسعار مختلف السلع.